مرحبا يا أصدقاء الأطفال في حلقة جديدة من برنامجكم الممتع فيسلوك أبطال. واليوم رح ندخلوا الغابة سحرية مليئة بالمغامرات والمفاجآت، ورح نتعرفوا على طفلة شجاعة تلبس رداء أحمر وتبعثها ماماها لبيت جدتها المريضة، وفي طريقها تلقى ذيب كبير يترصد بيها. أصدقائي انضموا لنا في هذا الرحلة الشيقة باش نحقوا حلم ضيفتنا نورهان في أنها تصبح ذات رداء الأحمر. مرحبا نورهان، راكي بزاف شابه اليوم. شكرا. عارفين بنفسك؟ انا اسمي نورهان ولقبي حاج احمد، عمري 11 سنه. الله يبارك عليك نورهان. وقولي لي، كي كنتي صغيره كانوا يحكيوا لك هذه القصه، قصه ليلى والذئب؟ ايه كانوا يحكيوها لي، كانت تحكيها لي ماما. وكي كانوا يحكيوها لك كيفاش كنتي تحسي بهذيك القصه؟ كنت نحس بالحماس، وكانت كنت نحس من الخوف من الذئب. خافي من الذئب؟ لكن القصة هذه كانت خيالية ماشي حقيقية.